السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متشبعينا الكرام، مباشرة من دوار بن ناصر الشمالي. غادي ندخلوا عند المهمة ديالنا. السمية ديالك؟ حدهم سحيلي. حدهم سحيلي، غندخلوا عندك إن شاء الله. سير، غادي ندخل أخوتي باش نشوفوا شنو المشكل اللي واقع وشنو كاين بالضبط. هذه هي السكينة ديالها، هذا هو الباب ديالها. غادي ندخلوا عندها، المعينات ديالها، المريح ديالها، الثلاجة ديالها، السكينة ديالها هي هادي. غادي نشوفو بالضبط شنو كاين ونطلبو ربي يدير لي فيها الخير ونطلبو الله شي فرج. قولي لي يا ميمتي، شنو المشكل اللي كاين؟ المشكل اللي كاين انا قديمة هنايا وتليت انا اللخر، جاو من ورايا. كاين اللي سكن عام، كاين اللي 6 أشهر عطاوه وانا حلاوي. ما عيطوش ليك كاع؟ بحالي حقروني يعني، ما عيطوش ليا. وجاو عندك الناس ديال الإحصاء؟ ايه. شنو قالوا ليك؟ شنو سولوك؟ سولوني وعطيتهم التاريخ وقتها ساكنة وشحال من عام وهذا، ومشاو داو داكشي ديالهم ومشاو اليوم عيطوا غدا عيطوا، ودفعت الوراق ثنايا مع العباد الله اللي دفعوا الاولين. اليوم عيطوا غدا عيطوا، اليوم عيطوا غدا عيطوا، ما عيطوش. مشيت عاوتاني درت شي كاير وباقي ما عيطش. بالنسبة لكار ناسيونال ديالك، العنوان عندك هنايا، كلشي عندي. شحال من عام وانتي ساكنة هنا؟ أنا؟ من 80. 80؟ يعني دابا انت شي 42 عام تقريبا وانت هنا. راميد هلا كارت بجوج. نشيط 1950 تاريخ الزديات. يعني تقريبا واحد 40 عام وانت هنا. وبقى عندي الوراق الاخرى ديال الانتخاب وديال كلشي عندي هنايا. درتي الشكايه ديالك؟ درتها، دفعتها، باقي ما جاوبوني. وشنو الرساله ديالك للمسؤولين المهمتي دابا؟ المسؤولين يردوا بالهم ليا، انا ما عنديش الاولاد. وما عنديش الصحة، أنا مريضة، عندي بنية وحدة كانت بقى سيتيما مسكينة، خلاتها أمها الله يرحمها، ماتت، خلاتها صغيرة، كبرتها وقريتها في سبيل الله، جوزتها، راها دابا في محلها، أنا بقيت وحدي. متتبعينا الكرام، كنظن الرسالة واضحة. مهمتنا باغا السكن ديالها، باغا الاستفادة ديالها بحال كاع الناس، ما عندهاش الوليدات. بغيت أي واحد شاف هذا الفيديو يبارطاجيه ويعتبر راسو الولد ديالها. ونتمنوا من الله ما تضيعش، نتمنوا من الله ما تضيعش، لان ما عندهاش فين تمشي. انتم كتشوفوا الكوزينه ديالها، الطواليط هنا، كل شيء هنا. وتيقولوا لي انا خاصك الضامن، شكون اللي بغى يضمنني؟ كان شي واحد انا عندي ولدي غادي يضمنني؟ ما عنديش، شكون اللي غادي يضمنني؟ غادي يكون خير ان شاء الله ما يمشي، غيكون خير. خاصهم يردوا البال ليا، انا نرجوهم، الا ما عندهم السكن يعطيوهم ويخلوا على حسابهم، تيموتوا ويبقى ليهم. يعني الرساله ديالك على الاقل اللي يعطيوك سكن فين تسكني نهار تموتي ياخذوه هما، ما كاينينش الوراثه. من عندهم هاكاك قاطع مقطوع لا سابع لا متبوع. يكون خير المهم، حنا غنوصلوا الرساله ان شاء الله. خوتي بارطاجيو الفيديو. السلام عليكم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.